السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير وتكون في أحسن الأحوال. مرحبا بالجميع في قناتكم كاملة اللي هي قناة شهيوات بشرى هموني. كنتمنى دائما تفرحوني بالاشتراك ديالكم. من طبيعة الحال إلا عجبكم المحتوى اللي كنقدم شجعوني بلايكاتكم وبارطاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء. بالنسبة للوصفة ديال اليوم اللي جيت نقدم لكم وصفة لأكثر من رائعة، غادي نحضر لكم هكا شنيك عامر بكريمة ديال الحامض أولا كريمة ديال الليمون الحامض اللي كتجي أكثر من رائعة، كيجيو خفافين بزاف. وغادي نحضرهم إن شاء الله بكمية قليلة ديال المكونات، كتعطينا تبارك الله كمية كثيرة. غادي نذكر لكم إن شاء الله في وسط الفيديو شحال الكمية اللي خرجت ليا هاد المكونات اللي غادي نستعمل معكم. من طبيعه الحال كيف ما كتعرفوا فالاغلبيه كيخدموا هكا بالعجين المورق اللي كيخدموا بها من طبيعه الحال هكا لي شنيك او الوصفات الاخرى. اليوم ان شاء الله غادي نحضروها بواحد الحشوه ومن طبيعه الحال بعجينه اللي كتجي هكا قطنيه كيف ما غادي تشوفوا معايا. فكيف ما دائما كنحاول هكا نوريكم الوصفه في الاول ديال الفيديو باش هكا ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه ديال التحضير ديالها، فكتجي رائعه بزاف وممكن انكم تحضروا كميه كثيره كيف ما درت انا اليوم. وكتحتفظوا هكا بواحد الكميه قليله اولا نص ديال الكميه كتحتفظوا بها في المجمد، كتبقى لكم هكا الا جاوكم هكا الضيوف على غفله اولا نتوما كنتو عيانين وما فيكمش هكا اللي يحضر شي وصفه، فكتجبدوها بكل سهوله وكتخليوهم هكا حتى كيوليو في درجه حراره ديال المطبخ، يا اما كتدفيهم واحد شويه في الفرن اولا كتقدموهم هكا كباردين، فكيجيو رائعين كيف كتلاحظوا معايا. فبصراحة كيجيو غزالين بزاف العشاق الحمد، فغادي تعجبكم هاد الوصفة ديال اليوم وما كتاخدش منكم بزاف ديال الوقت. فالوقت اللي كتاخد لكم هاد الوصفة هي فقط الوقت ديال الاختمار ديالهم. بغيتو تسرعوا الاختمار ديروا الطريقة اللي كنت شاركت معكم شحال هادي في طنجرة ديال الضغط، ديروا العجينة عجنو كامل في طنجرة ديالكم ديال الضغط وخليوها هكا تختمر مدة ديال 5 دقائق، وهكا غادي تسرعوا الطريقة ديال الاختمار. بلا ما نطول عليكم اخواتي يلاه معايا نتعرفوا على مكونات والطريقة ديال التحضير. على بركه الله، فاول حاجه غادي نحضر معكم هي الكريمه ديال الحمض اللي معتمده عندي، راني شاركتها معكم العديد من المرات. غادي نحتاج 3 ديال البيضات، عندي هنايا ملعقه ونصف ديال نشا ديال الذره مايزينا، عندي هنايا كاس مع مرش ديال عصير ديال الحمض اللي هو الليمون الحامض، وعندي كاس من السكر سنيده. بالنسبه للطريقه فسهله بزاف بالنسبه لتحضير هاد الكريمه ديال الحمض اللي تقدروا تستعملوها في العديد من الوصفات. تقدروا هكا تحضروا بها طورطات اولا تعمروا بها هكا لي كيك ديالكم، كيف ما تقدروا هكا تصوبوها وتعمروا بها كذلك هكا لي كريب اولا الفطائر الحلوه. غادي نشارك معكم ان شاء الله العديد من الوصفات هكا الحلوه بهاد الكريمه ديال الحمض اللي كتجي خطيره بزاف. فكيف ما كتلاحظوا معايا خديت هنايا كسرونه وضعت فيها 3 ديال البيضات، معلقه ونص ديال المايزينا، وزدت عليهم كاس ديال العصير ديال الحمض اللي ما عامرش، تقدروا تعمروه ماشي مشكل، وعندي كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للاخوات اللي ما كيتحملوش هكا المذاق ديال الحمض يجي هكا مجهد بزاف فكتضيفوا كاس ونصف من السكر سنيده. من بعد كتخلطوا كلشي بالخلاط اليدوي حتى كتذوب لكم النشا وكيتخلط لكم هكا البيض مع عصير ديال الحمض، وكتوضعوا الكسرونه ديالكم على النار اللي كتكون هكا متوسطه وكتستمروا في التحرك باش هكا ما كتلصقش لكم وتحرق لكم الكريمه ديالكم. فدائما حاولوا هكا تستمروا في التحرك حتى كتعقد لكم الكريمه، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله الكثافه ديالها بعد ما كتعقد. كيف كتلاحظوا معايا فهذه هي الكريمه بعد ما ساليتها، فغادي نضيف لها اخر حاجه بعد ما حيتها من فوق النار معلقه صغيره ديال الزبده، تقدروا تضيفوها وتقدروا تستغناو عليها عندكم كامل الاختيار. غادي نحاول هكا نحرك بسرعه باش هكا كتذوب ليا هذيك الزبده، ومن طبيعه الحال غادي نخلي هكا الكريمه ديالي باش تبرد. غادي نوضعها هكا في شي اناء اولا في شي زلافه وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي بشرط انكم تغطوا ليها الوجه ديالها، تلصقوا عليها السلوفان اولا البلاستيك الغذائي باش هكا ما كتكونش لكم واحد القشره اللي كتكون في الفوق، وكتوضعوها في الثلاجه وكتخليوها حتى كتبرد لكم تماما. انا غادي نوضعها ان شاء الله في الثلاجه باش تبرد عندي الوقت اللي غادي نمشي نحضر معكم ان شاء الله العجينه، وغادي تشوفوا معايا مكوناتها اللي جد اقتصادية حتى هي، وكتخرج لنا كمية ديال الشنيك اللي كمية اللي تبارك الله كتكون كثيرة. وغادي ان شاء الله نحط لكم المكونات ديال هاد الكريمة وديال العجين في صندوق الوصف. صافي نايد دزت معكم العجينة اللي غادي نحتاج ليها هنايا كأس ونصف ديال الحليب الدافئ ما يعادل 300 مليلتر، فانا استعملت هاد الكاس كيوزن 200 مليلتر، استعملت كأس ونصف
كنضيف هنايا تقريبا واحد نصف كأس من سكر سنيدة، ما يعادل واحد 3 ديال المعالق كبار اللي عامرين، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، حيت الجوع عندي بارد، فإلا كان الجوع عندكم من طبيعة الحال ماشي بارد فكتضيفوا غير ملعقة صغيرة راه هي كافية. غادي نحك هنايا لأنني استعملت الكريمة ديال الحمض، فغادي نحك هنايا كيف ما كتشوفوا معايا القشور ديال نصف حامضه. نتوما الا استعملتوا كريمه ديال الكاسترد او الكريب باتيسير فتقدروا انكم ديروا في العجينه ساشيه من السكر الفانيلا. صافي، من بعد كنوضع تقريبا هكا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال الدقيق الابيض، دقيق الفرص اللي مغرب له من قبل. صافي، وغادي نخلط كل شيء بالخلاط اليدوي حتى كينسجموا لي المكونات مع بعض. وغادي تشوفوا معايا غادي نغطي ان شاء الله هذا الخليط، وغادي نخلي هاد الخميره حتى كتفعل ليا مده ديال 5 دقائق او 10 ديال الدقائق. صافي، غادي نخليها مده ديال 5 ديال الدقائق ونرجع معكم باش تشوفوا معايا المكونات اللي غادي نضيف ليها. هنايا بعد ما دازت 5 ديال الدقائق كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نضيف هنايا ربع كاس من زيت نباتيه. بالنسبه لهاد الكاس انا عبرت بالكاس ديال العنبه، فكديروا ربع كاس اولا كديروا هكا واحد 3 ديال المعالق كبار اللي كيكونوا عامرين. عندي هنايا بيضه كامله وشويه ديال الملح اللي ضروري نضيفوه هكا في الحلويات. صافي، وغادي نبدا كنضيف الدقيق الابيض. فبالنسبه للكميه اللي خدات ليا هاد المكونات كامله اللي شفتوا معايا فخدات ليا نص كيلو بالضبط، 500 غرام. غادي نحاول هكا كل مره كنبقى كنضيف الدقيق وانا كنخلط مزيان حتى كينسجموا ليا المكونات مع بعض. وباش نشرح لكم هاد الوصفه ديال اليوم فضروري العجينه ديالكم تخليوها شويه تكون مرخوفه، ماشي قاصحه بزاف وماشي تاني تكون مرخوفه بحال الشكل هكا ديال الخليط ديال بوشيير، فحاولوا انكم تخليوها شويه خفيفه كيف كتعرفوا معايا. بالنسبه لهكا البريوش فالعجينه ديالو قد ما كتجي هكا خفيفه قد ما كتجينا العجينه قطنيه بعد ما كطيب. صافي، زدت كيف ما شفتوا معايا ساشيه ديال الخميره ديال الحلويات الوزن ديالها 8 غرام، تقدروا ديروا ساشيه اللي كتوزن 7 غرام. وكنبقى كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط غير بالاصابع ديالي، فهاد العجينه بالزوينه ما كتحتاج اننا ندلكوها اولا نديروا شي مجهود، فقط كنجمعوها كيف ما غادي تلاحظوا معايا. فبالنسبه لي هنايا كنت دايره 500 غرام ديال دقيق الفرص في هاد الزلافه، وضفت واحد 2 معالق كبار اللي كيكونوا عامرين عليها، ولكن غادي تشوفوا معايا غادي تبقى ليا هكا في السلافه واحد 2 معالق تقريبا، يعني في المجموع اللي خدات ليا 500 غرام نص كيلو ديال الدقيق. هنايا مازال خفيفه عندي كيف ما كتشوفوا معايا بزاف، فغادي نضيف ديال الدقيق. وكيف ما كنذكر لكم ديما كل وحده دير على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندها، فكاين الدقيق اللي كيتشرب فيقدر هكا ياخذ لكم قل من هاد 500 غرام او لا اكثر على حسب النوعيه ديالو كيف ما ذكرت لكم. صافي، هنايا كيف ما شفتوا معايا تقريبا خليت دوك 2 معالق اللي كنت زدت على 500 غرام. واخر حاجه غادي نضيفها وكتبقى اختياريه، تقدروا تضيفوها وتقدروا بلا، هي ملعقه صغيره ديال الزبده، ولكن كتخلي العجينه ديالنا كتجي طريه وخفيفه بزاف. صافي، بعد ما حسيت بهذيك الزبده دخلت في العجين فغادي نغطيها مره اخرى، وغادي نخليها هذه المره حتى كيضاعف الحجم ديالها 3 ديال المرات. فضروري اخواتي باش نشرح لكم الوصفه اللي قدمت لكم اليوم تخليوا العجينه ديالكم في هذه المرحله تخمر مزيان اخواتي. بالنسبه للاخوات اللي مزروبين حاولوا انكم توضعوها في طنجره ديال الضغط اللي كتغلقوها وكتخليوها دغيا كتختمر لكم، اولا كتدفيو الفرن ديالكم واحد شويه وكتدخلوا ليها هذه العجينه وكتخليوها كتخمر لكم مده ديال 5 ديال الدقائق، راه هي كافيه غادي تلقاوها ضعف الحجم ديالها. بالنسبه ليا خليتها ما كنتش مزروبه فخليتها مده ديال 20 دقيقه حتى 25 دقيقه بعد ما ضعف الحجم ديالها من طبيعه الحال. غادي نحاول هكا نوضعها فوق سطح العمل كيف ما كتشوفوا معايا اللي رشيته مزيان بالدقيق، حيت العجينه كيف ما لاحظتوا معايا راه كتلتصق بزاف في اليدين. صافي، غادي نحاول هكا نوضع ديك الكميه ديال الدقيق وغادي نحاول هكا نجمعها حتى ما تبانش ليا بدات كتلصق بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا العجينه كتجي بحال الا دلكناها مده طويله. صافي، هنايا غادي نعاود نرش سطح العمل، هذه المره غادي نرش فوق سطح العمل كامل لانني غادي نطلقها على شكل مستطيل، والحجم ديال سطح العمل ضروري انه يكون كبير عندكم. ديروا هكا شي طاوله اولا سطح العمل الا كان عندكم كبير، اولا كتقسموا العجينه ديالكم في الاول على 2 ديال الكويرات باش هكا كيسهل عليكم تحضروا كميه اللي هي كثيره.
صافي غادي نحاول هكا نطلقها، وكل مره كتبان ليا شي جهه بدات كتلصق كنرش بالقليل من الدقيق، وغادي نستمر بحال هكا حتى نديرها السمك ديالها ما يكونش تاني رقيق بزاف، تقريبا هكا يكون فيه 1 سنتيم كيف ما غادي تشوفوا معايا. فبصراحه راه طريقه سهله وما خداتش ليا بزاف ديال الوقت، وكيف ما ذكرت لكم راه كتخرج لكم تبارك الله كميه اللي هي كثيره ديال هاد الشنيك. فكيف ما شفتوا معايا المكونات ديالها جد اقتصاديه، كاس ونص ديال الحليب مع نص كاس ديال السكر سنيده، ربع كاس من الزيت، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ودرت قشور ديال الحامض. المهم ان شاء الله المكونات بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما طلقت العجينه على شكل مستطيل كناخذ هذيك الكريمه، واخا الكريمه عندي هنايا درتها في هاد الزلافه ما بردتش عندي مزيان، نتوما حاولوا توجدوها هكا في الصباح وفي العجيه العشيه عفوا، حاولوا انكم تحضروا هاد العجينه وغادي تلقاو الكريمه ديالكم بردت مزيان. صافي كنحاول هكا نوزعها في هاد الفوق ديال العجينه بهذه الطريقه. فانا غادي ندير هاد الكميه كامله ديال الكاس ديال العصير ديال الحمض اللي درت به هاد الكريمه، غادي نستعمل الكريمه كامله كيعجبني المذاق ديال الحمض، فغادي يجوني هكا هاد الشنيك عامري بالكريمه. صافي من بعد غادي نبدا كنلف بالطريقه العاديه اللي كنلفوا بها هكا العجينه ديال الشنيك او البيتزا اللي كنديروها على شكل هكا بيتزا رولي. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروها كاضافات بالنسبه للفوق ديال هاد الكريمه فتقدروا ديروها كالحبيبات ديال الشوكولاته، اولا كديروها كشويه ديال اللوز اللي كيكون مهرمش، كيف ما تقدروا ديروا شويه ديال الزبيب اللي كتكونوا هكا رقدتوه واحد شويه في الماء وغسلتوه مزيان من هذيك التراب اللي كتكون فيه، وكتحاولوا انكم تحاولوا ديروه في الفوق ديال هاد الكريمه عاد كتلفوا العجينه ديالكم. فبالنسبه ليا غادي نديروا غير هكا بالكريمه ديال الحمض، كنبدا نلف غير بشويه كيف ما كتشوفوا معايا حيت العجينه راه كتحسوا بها بانها مرخوفه، حاولوا معها غير بشويه حتى كتكملوها بهذه الطريقه اللي غادي تلاحظوا معايا. فبالنسبه للاخوات اللي ما غاديش يقدروا انهم يقطعوا هكا هاد الشنيك مباشره والعجينه هكا مرخوفه، فتقدروا انكم تاخذوا من طبيعه الحال هاد العجينه وتوضعوها في بلاطو وديروها في المجمد، كتخليوها تقريبا غير 10 ديال الدقائق كتبان لكم العجينه ديالكم بدات كتجمد هكا وكتقبط راسها، وكتجيكم هكا سهله باش تقطعوها غير بالموس، ماشي ضروري انكم تستعملوا هكا الخيط. بالنسبه ليا غادي نقطعها مباشره، طريقه لي سهله بزاف، فكتاخذوا هكا الخيط وكتقطعوا هكا تقريبا كتكون فيها هكا 1 سنتيم حتى سنتيم ونص على حسب نتوما شحال بغيتوا هكا الحجم ديال اولا قداش بغيتوا الحجم ديال الشنيك ديالكم. كيف كتشوفوا معايا كنحاول هكا نحل شنيك بهذه الطريقه، والكريمه كتجي هكا غزاله بزاف وكتجي هكا عامره في هذا الشنيك، فكنصحكم تجربوه بصراحه خصوصا هكا الاخوات اللي كيديروا هكا الطلبيات، جربوهم اكيد غادي يعجبو هكا الكليان ديالكم. صافي كنعاون راسي بهذيك كيف ما كتشوفوا معايا كنهز بها، بغيتو تستعملوا السكين فتقدروا تستعملوه. كيف ما ذكرت لكم البنات اللي غادي تجيهم طريقه اللي هي صعيبه فحاولوا انكم تاخذوا من طبيعه الحال بلاطو وقطعوا هاد العجينه ديالكم اولا هاد الرولي، حاولوا انكم تقطعوا على النصف باش هكا كيدخل لكم المجمد وخليوها حتى كتقبض راسها. صافي كنستمر بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا، فحتى فاش كديروا ليه الزبيب اولا العنب المجفف كيجي الشكل ديالو زوين بزاف، فانا ما كانش متوفر عندي ودرتو فقط بالكريمه ديال الحمض فكيجيو هائلين بزاف. صافي كنستفهم دائما في لاطا ديال الفرن اللي دايره فيها ورق الزبده، فانا ورق الزبده دائما كيكون هكا متوفر عندي في البيت، فبصراحه كينفع هكا توضعي على اللاطا ديالك ديال الفرن، اول حاجه ما كيوسخش لك اللاطا، وثاني حاجه بالنسبه للعديد من الوصفات راه كيلصقوا لينا هكا في اللاطا ديال الفرن، فمن الافضل ان نديرو هكا ورق الزبده فكنستعملو في العديد من الوصفات عاد كنرميه بعد ما هكا كيتقطع ليا، فماشي كتستعملو استعمال واحد وكترميوه. صافي هنايا بعد ما ساليت غادي نخلي هكا هاد الشنيك مده ديال 5 دقائق يبان ليا هكا بحال الا بدا كيختمر. صافي وغادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالو. كيف كتشوفوا معايا راه تبارك الله كتعطي كميه اللي هي كثيره، وراه مازال بقات ليا واحد طريف هكا ديال العجين غادي نوريه لكم دابا، فتقريبا خرجت هنايا واحد 4 حتى 5 ديال الشنيكات. صافي هنايا شعلت الفران ودرتو هكا باش يسخن على درجه حراره 180 حتى سخن ليا مزيان، وغادي ندخل ليه ان شاء الله هاد الشنيك. فبالنسبه للشنيك بغيتو تدهنوه هكا بصفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب اولا شويه ديال الخل،
فتقدر ديروه. بالنسبة ليا غادي ندهن فقط بشوية ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معايا صافي. وغادي ندخل شنيك الفرن كيطيبها كامل الاسفل فقط في الاول حتى كيبان ليا تحمر وضعف الحجم ديالو حيت راه كيضعف الحجم ديالو. ومن بعد كنديرو في الجهه الفوقانيه وكنشعل عليه النار وكنخليه من طبيعه الحال حتى كيتحمر ليا وكيولي هذا هو الشكل ديالو، كيجيها كمذهب وغزال بزاف صافي. مباشره بعد ما كنخرجوا من الفرن فكندهنوا مباشره بالنطاج. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يحتفظوا بكميه في المجمد فما تدهنوهاش بالنطاج، كما تخرجوا شنيك ديالكم ديروا عليها كشي فوطه اولا شي منديل باش كيرجع لهم الصهد ديالهم، وبعد ما كيبردوا كتجمعوهم في بلاستيك غذائي وكتوضعوهم في المجمد. بالنسبه ليا غادي ندهن انا غير الكميه اللي غادي نقدمها هكا الوجبه ديال الكوتي، وانتم بالنسبه لكم كيف ما ذكرت لكم اللي غادي تقدموه دهنوه بالنباج او لا بالمربى ديال المشمش وزينوا باي حاجه عندكم من الفوق سواء هكا اللوز افيلي او لا كوكو مهرمش اللي عندكم متوفر. فتقدروا ديروا فقط غير شويه ديال النباج وتخليهم هكا كما ديروا عليهم حتى شي حاجه. بالنسبه ليا خديت هكا شويه ديال اللوز افيلي كان عندي هكا محمر، حاولت هكا غير نفتتو واحد شويه اولا نهرمشو واحد شويه غير في يديا وكنزين به شنيك، وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي صافي. نيره طيبت جوج لاطات ومازال عندي جوج لاطات مع ديك القطعه اللي ذكرت لكم بانها بقات ليا، مازال ما قطعتش هذوك الشنيكات وضعتها في الثلاجه باش تبرد عندي الوقيته اللي كيطيبوا عندي هاد الشنيكات. وكيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي هكا محمر من الاسفل ومن الاعلى، فبصراحه كيجي الشكل ديالهم زوين وكيجي المذاق ديالهم خطير بزاف، كنصحكم تجربوهم. بالنسبه للاخوات اللي بغاو هكا الكميه اللي خرجت ليا هاد كاس ونصف من الحليب فخرجت ليا 39 حبه من هاد الشنيك، فتبارك الله راه كميه ما سهلاش والحجم ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا ماشي صغير بزاف، راه الحجم ديالهم متوسط. فان شاء الله نشارك معكم العديد من الوصفات الا بغيتوا بحال هاد الوصفات اللي كتحضروا وكتخرج لكم كميه اللي هي كثيره وكتحتفظوا بكميه في المجمد. ما عليكم الا تخليوها ليا في التعليق وان شاء الله نحضر لكم المزيد من الوصفات اللي كتكون حلوه او لا مالحه. كيف كتشوفوا معايا انا حاولت هكا نحلها لكم من الوسط، شوفوا معايا ديك العجينه كيفاش كتكون بعد ما كطيب، فكتكون هكا اسفنجيه مقطنه وكتجي الكريمه كتجي هكا باينه لينا في هاد الشنيك، فبصراحة كنصحكم تجربوهم ان شاء الله. مكونات الوصفة غادي تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هذا الفيديو. كيف ما ذكرت لكم حاولوا ملي تخرجوا هكا شنيك ديالكم من الفرن غطيوه حتى كيبرد، عاد ديك الساعات كتجمعوه وكتوضعوه في المجمد. هنايا حطيتو في الوجبة ديال الكوتي مع هاد البريوش او لهاد الخبز ديال الفطور، راني شاركته معكم في فيديو سابق عفوا. شوفوا معايا كيفاش كيكون هكا مقطن واخا بقى عندي مدة ديال 4 ايام، وشوفوا معايا كيفاش كيكون بعد ما كنسخنو كيكون مازال اسفنجي. الكيكه اللي حضرت معكم ديال البرتقال بالمذاق ديال البرتقال وما فيهاش نهائيا البرتقال، درتها بمكون اللي كيدير درهم واحد، حتى هي غتلقاو الوصفه في صندوق الوصف. وقدمت كيف ما كتشوفوا معايا هاد الشنيك الوجبه ديال الكوتي صافي. هنايا كنقول لكم وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنشكركم اخواتي على المشاهده ديالكم، ما تنساونيش اخواتي من لايكاتكم، شاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء. وكيف ما ذكرت لكم بغيتوا المزيد من الوصفات ما تنساوش خليوها ليا في التعليق، وان شاء الله نحضر لكم العديد من الوصفات اللي كتكون سهله سريعه اقتصاديه. وكيف ما شفتوا معايا مكونات هذه الوصفه راه سهله وهذه هي الوقيته ديال الحمض، نحاولوها كنستغلوه في العديد من الوصفات. وان شاء الله غادي نشارك معكم مركز ديال الحمض، وغادي نشارك معكم هكا طرطات بالحمض. المهم اي وصفه اللي كتحضر هكا سواء تحليه بالحمض فان شاء الله غادي نحاول هكا في هذه الوقيته ديال الحمض نشارك معكم بزاف ديال الوصفات به. وبهكا كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو، شكرا لكم مره اخرى، خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.